بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى الأول كده نتكلم شوية، نراجع شوية كده على الوين تكنولوجي. تمام، كنا اتكلمنا ان في حاجة اسمها بابليك وين وحاجة اسمها برايفت وين. يعني ايه برايفت وين؟ قلنا برايفت وين معناها ان انا الشركة بتاعتي عايز اوصلها بفرع تاني، انا مش انترستد ان انا اطلع انترنت، لكن الهدف عندي ان انا ايه اربط بالظبط الهيدكوارتر اوفيس مثلا بالفرع التاني بتاعي. تمام، عشان اقدر اعمل حاجة زي دي، اول حاجة تاريخيا بقى كان فيه الليست لاين، بعد كده اللي ظهر بعديه تكنولوجي الفريم ريلي، وكان في كمان الاي تي ام. تمام، الجيل اللي بعديه ظهر الام دي ال اف لير 3 في بي ان، اتكلمنا عنها قبل كده. تمام، في بعد كده ظهر المترو ايثرنت، مترو ايثرنت دي كان اخر تكنولوجي وان عندنا. لو انا عايزه اقوم فيها الفي بي ان، كان نوع اسمه لير 2 في بي ان اللي احنا كنا سميناه كيو ان كيو، اللي كنا قلنا فيه ان كل كاستمر هيبقى له فيلان مختلفه. تمام، والاساسا الاي اس بي هيعمل انكابسوليشن، هيغلف الفيلان دي عن طريق بروتوكول الدوت 1 كيو، وهتمر الترافيك ده اساسا في الكلاود بتاعه الاي اس بي من غير ما يعرف الترافيك ده بتاع انهي كاستمر اساسا. صح، تمام. طيب، وكنا اخذنا ان في انواع تانية، يبقى احنا كده بنتكلم عن انواع، هنركز دلوقتي على انواع الفي بي ان. تمام، واخذنا فعلا نوع قبل كده في الفي بي ان، او نوع من التانلنج سوري، اللي اسمه بسم الله الرحمن الرحيم الجي ار اي، النوع اللي كنا اخذناه وعملناه بايدينا اللي هو مين؟ الجي ار اي. تمام، تمام. وكنا قلنا مشكلتي دلوقتي في الجي ار اي في حاجه، لو انا عندي الشبكه بتاعتي بدات تكبر كده شويه وبدا يصير عندي كاستمرز اكتر. تمام، الراوتر اللي فوق ده بتاع الاي اس بي، الراوتر ده الهيد كوارتر، ودي البرانشز بتاعتي. تمام، برانش 1 برانش 2 بالظبط. تمام، هو هيتوصله، بس انا كده بعمل لود على نفسي، انا هعمل تانل ما بين البرانش ده والهيد كوارتر، البرانش ده والهيد كوارتر، البرانش ده والهيد كوارتر. فكان لازم يفكروا في حل تاني، فظهر نوع كمان من انواع الفي بي ان، وده التوبيك بتاعنا بقى دلوقتي، ان هو دي ام في بي ان، دي ام في بي ان. تمام، فكرته انا كتبها غلط، دي ام في بي ان دايناميك مولتي بروتوكول في بي ان فيرتشوال برايفت دايناميك. بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي. دايناميك مولتي بروتوكول في بي ان. تمام، ايه حوار الدي ام في بي ان ده بقى؟ هفترض تاني ان ده الراوتر بتاع الاي اس بي، وانا عندي راوترز كتيره، الهيد كوارتر اوفيس والبرانشز، والبرانشز عماله تكتر. تمام، وكلهم متوصلين عن طريق الاي اس بي. ده الاي اس بي، الهيد كوارتر اوفيس، برانش 1، برانش 2، برانش 3، برانش 4. تمام، الفكره بقى في بروتوكول او طريقه التقنيه بتاعه الدي ام في بي ان، ان انا عايزه اربط الفروع ببعضها واربطها كمان بالهيد كوارتر من غير ما اضطر ان انا اعمل تانل ستاتيك تانل بايدي. يعني ايه؟ يعني انا هستخدم دلوقتي بروتوكول هنشوفه عباره عن ايه بالظبط، البروتوكول ده هو اللي هيخلي البرانش يروح يرجستر نفسه جوه الهيد كوارتر، يقول له انا اهو. تمام، ده التانل اي بي بتاعي، مش الفكره تاني ان انا عايزه اكاري التانل ما بينهم. تمام، ده البرايفت تانل، البرايفت اي بي تانل، ما هو التانل دايما بياخد اي بي برايفت. صح، ده البرايفت اي بي تانل بتاعي، وده البابليك اي بي بتاعي عشان لو عايز توصلي. واي حد يجي لك عايز يوصلني اديله البرايفت اي بي بتاع التانل، واديله البابليك اي بي اللي ريليتد بيه عشان يعرف يوصلي. يعني معنى كده ان التانل بيتكريت بطريقه دايناميك، التانل بيكريت بطريقه ايه؟ دايناميك. تمام، يبقى تاني الهدف من بروتوكول الدي ام في بي ان او تكنولوجي الدي ام في بي ان، ان انا بربط الفروع ببعضيها وبوصل الفروع ببعضيها. طب ما انا كان ممكن استخدم بروتوكول او تكنولوجي الام بي ال اس ليو 3 في بي ان. تمام، ايه الفرق ما بينهم وانهي افضل؟ قال لك دلوقتي
في تكنولوجيا الام بي ال اس انا كده لو انا كونكتد بالاي اس بي بتكنولوجيا الام بي ال اس تمام، في نوعين من الفي بي ان. النوع الاولاني بير تو بير والنوع الثاني اوفرلي تمام. بير تو بير معناها ايه؟ بير تو بير معناها ان انا هكريت في بي ان ما بيني انا كراوتر كاستمر وما بين الاي اس بي، ما بين ايه؟ بير تو بير. هكري التانل ما بيني انا ككاستمر وما بين الاي اس بي، والفروع كلها هتكريت برضو تانل ما بينها وما بين الاي اس بي صح. معنى كده ان الاي اس بي هو اللي متحكم في الليله كلها ولا لا؟ صح. ده اللي هو مين؟ اللير 3 في بي ان. لير 3 في بي ان تمام. يعني دلوقتي الاي اس بي هيقول لي احنا هنشغل بروتوكول او اس بي اف حاضر، احنا هنشغل بروتوكول مش عارف ايه حاضر تمام. انا مجبره ان انا التزم بالكلام اللي هيقوله الاي اس بي، بلس ان لو في اكتر من اي اس بي وانا كونكتد اساسا عايزه اربط فروع وكل فرع اساسا واخد خدمه من اي اس بي مختلف، الخدمه دي هتبقى غاليه جدا عليها تمام. لكن الاوفرلي زي مين؟ زي دي ام في بي ان. فكرتها ايه بقى؟ زي الايه؟ دي ام في بي ان. فكرتها ايه بقى الاوفرلي؟ قال لك انا هكريت التانل بس مش بيني وما بين الاي اس بي، ده انا هكريت التانل ما بيني وما بين البرانش، ما بيني وما بين البرانش. يبقى الاي اس بي انا كل وظيفتي بس ان هو يديني كونكتيفيتي مع الطرف الثاني، حتى لو انترنت كونكشن عادي جدا اللي هو دي اس ال، اي انترنت كونكشن، اي كونكشن هو وظيفته ان هو يربطني الفروع ببعضيها او يعني يبقى في انترنت كونكشن. بعد كده انا بنفسي اللي هكريت الدي ام في بي ان وهشغل عليه كمان الراوتنج بروتوكول اللي على مزاجي، صح. اشغل او اس بي اف بمزاجي، اشغل اي او اش ار بي بمزاجي، يبقى الكاستمر هو اللي بيكنترول الموضوع تمام كده. وهيبقى في اتنين راوتنج بروتوكول ساعتها شغالين في الشبكه، بروتوكول اندرلي راوتنج بروتوكول تمام، والبروتوكول الثاني اللي هي اوفر لي راوتنج بروتوكول. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ قال لك اندر لي راوتنج بروتوكول ده البروتوكول اللي هيشتغل ما بين الفرع بتاعي وما بين الاي اس بي، ما بين الفرع بتاعي وما بين الاي اس بي تمام. لكن اوفر لي راوتنج بروتوكول هو الاندر لي كان وظيفته بس ان هو يعمل لي كونكتيفيتي مع الاي اس بي، اشغل في ايه بقى اوفر لي راوتنج بروتوكول ده اللي هيربط لي برانشز ببعضها، البرانشز ببعضها تمام. وسمينا ده النوع ده من الفي بي ان ايه؟ اوفر لي في بي ان تمام. ليه تاني؟ لان انا بعمل ساعتها البرانشز بوصلهم ببعضيهم عن طريق دايركت، بعمل التانل دايركت ما بين الهيد كوارتر اوفيس والبرانشز تمام. تمام. الفكرة تاني بقى ان انا لو اشتغلت جي ار اي عادي انا هضطر ان انا اعمل يعني تانل ما بين كل كاستمر وما بين كل كاستمر تاني. صح. شبكة زي دي مثلا كام راوتر؟ ادي 1 2 3 4 5، خمسة راوتر يبقى خمسة في خمسة بالظبط على على اتنين تمام. يبقى هعمل 10 تانلز لا 4 5 20 بالظبط 10 تانل كتير قوي صح؟ طب والحل ان احنا نستخدم بروتوكول الدي ام في بي ان. ايه بقى الدي ام في بي ان ده؟ انا مش هديكوا الكونفيجريشن بتاعته ما تقلقش، هي الكونفيجريشن بتاعته مش عليك وهي كومبليكيتد بصراحه تمام. الدي ام في بي ان في كذا كومبوننت تمام، سيبك من الكومبوننت الاولاني مش عليك، سيسكو اكسبريس روتنج مش عليك تمام. الكومبوننت الاولاني مولتي بروتوكول جي ار اي، ده عباره عن ايه؟ مش احنا اخذنا بروتوكول جي ار اي تمام، عملوا منه اكستنشن اسمه مولتي بروتوكول، ده اللي هيخلي لي الفروع اصلا توصل لبعضيها بطريقه دايناميك بالظبط تمام. تمام. وعملوا بروتوكول اسمه ان اتش ار بي، نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول. ايه البروتوكول ده بقى؟ البروتوكول ده عن طريقه البرانشز كلها هتروح تريجستر نفسها جوه الايه؟ الهيد كوارتر. يقولوا له ايه؟ يا هيد كوارتر التانل بتاعي البرايفت اي بي بتاعه كذا، وعشان توصل له قول لهم ان هم يوصلوا لي من البابليك اي بي اللي هو كذا. تمام. تمام؟ وساعتها الهيد كوارتر بنقول عليه هو البروتوكول اسمه ايه؟ ان اتش ار بي، يبقى ساعتها هيبقى انه اسمه ان اتش سيرفر. وانا لازم كده يبقى عندي اساسا بابليك اي بي. الطرف ده انترنت كونكشن مثلا ثابت ستاتيك عشان الكونفيجريشن تمام تمام. ودول بنسميهم ايه؟ ان اتش
كلاينت، دول كلهم بنسميهم ان اتش ان اتش كلاينت. تمام، ان اتش كلاينت، ان اتش كلاينت. والان اتش كلاينت اتفقنا هو بنفسه هيروح يريجستر نفسه جوه الان اتش سيرفر، نيكست هوب سيرفر، ده النيكست هوب بتاعه. يقوم النيكست هوب يبدا ان هو يبيلد تيبل، يبيلد ايه؟ تيبل اسمه نيكست هوب كاش تيبل، الكاش تيبل. اشبهه لك مين؟ ببروتوكول الارب كده، مش عن طريق بروتوكول الارب، ببيلد الارب كاش. صح صح، هنا نفس الكلام. التيبل ده ارسمه كده اوضح شويه. التيبل ده هيبقى جواه ايه؟ كل برانش هيروح له يقول له ده الطن الاي بي بتاعي، تمام، وده البابليك اي بي عشان توصل للطنل ده. تمام. في اي مشكله في الجزء ده؟ لا. الدي ام في بي ان عشان نشغله فيه عندي 3 فيزز، احسنهم فيز 3. هنشتغل دي ام في بي ان، يبقى على طول وش كده نشتغل فيز 3. طب تعالى الاول، انا نسيت الاول اقول الكومبوننت الباقيه. النيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول ده اتفقنا اللي عن طريقه البرانشز بتروح تريجستر نفسها جوه الهيد كوارتر. تمام مش كل راوتر وراه شبكات؟ صح صح. يبقى انا محتاجه راوتنج بروتوكول موحد بالظبط عشان يوصل الفروع دي ببعضيها، زي ما عملت مع جي ار اي. مش انا جيت تحت كده في المنطقه اللي كانت تحت وشغلت راوتنج بروتوكول؟ صح. حتى اول مره فيرجن 4 وفيرجن 6، وهنا نفس الكلام، بيسبورت ان انا انقل على الطانل ده فيرجن 4، وبيسبورت برضو ان انا انقل على الطانل ده فيرجن 6، نفس الفكره بالظبط. يبقى انا فعلا محتاجه راوتنج بروتوكول او ستاتيك راوتنج واتفر. تمام. هحتاج كمان اوبشنال اي بي سيك. ايه اي بي سيك تبع؟ هيبقى عندي مشكله جامده جدا هنا زيه زي جي ار اي، ان الترافيك هيمشي في الشبكه مش انكريبت، كلير تكست. هيبقى ماشي في الشبكه ايه؟ كلير تكست. طب لو انا عايز احط لاير فوق من السكيورتي، اشغل بروتوكول الاي بي سيك فوقيه عشان اي حد يحاول انه يكابتشر الداتا مش شايف. تمام. ساعتها لا الكنترول بلين هيشوفه ولا الداتا بلين هيشوفها، بيسكيور كل الترافيك، كنترول بلين داتا بلين. تمام كده. اوكي، قلنا تاني في عندي كام فيز؟ 3 فيز. الفيز الاولاني اسمه هابن سبوك. ايه الهابن سبوك ده بقى؟ احنا كنا قلنا قبل كده كلمه هابن سبوك معناها ان اي فرع عايز يوصل لاي فرع هيروح لمين الاول؟ الاي اس بي. لا، الهيد كوارتر. الهيد كوارتر. تمام صح. يعني برانش 1 عايز يروح لبرانش 2 يروح له الاول وده يبعته. تمام. برانش 3 يروح له الاول وده يبعته. يعني معنى كده ان النيكست هوب بتاعهم في الراوتنج تيبل دايما بيشاور على مين؟ الهيد كوارتر. على الهيد كوارتر، الاي بي بتاع الهيد كوارتر. تمام. تمام. او للدقه حتى الاي بي بتاع التانلز للدقه. تمام. دايما في الراوتنج تيبل عشان يشوفوا البرانشز بتاعه بعضيهم مين النيكست هوب؟ الاي بي بتاع مين؟ الهيد كوارتر. ده دايما النيكست هوب بتاعهم. تمام. طبعا ده كده حاجه مش افيشنت. انا عايز البرانشز لما تيجي توصل لبعضيها توصل دايركت. صح. يعني برانش 1 ده عايز يوصل لبرانش 2 هيروح كده ويرجع تاني؟ طب ما ده كده سنجل بوينت اوف فيلير. صح. وكمان هيحصل لي ديلي، افرض ان الداتا دي فويس سنسيتيف ان يحصل فيها ديلي، مش كده؟ صح. فبدوا يفكروا في فيز 2. فيز 2 بنسميه سبوك تو سبوك. يعني ايه سبوك تو سبوك؟ يعني السبوكس بتوصل لبعضيها. مش احنا كنا في تكنولوجي الفريم ريلي كنا سمينا ده هوب وسمينا الباقيين دول سبوك. سبوكس. تمام. كل دول اسمهم ايه؟ سبوكس. سبوكس. فيز 1 تاني اي سبوك عايز يروح لاي سبوك هيعدي على الهوب. تمام. فيز 2 سبوك عايز يروح لسبوك هيروح له على طول. تمام. تمام. طب ما كده حلو قوي اهو، امال ده ايه لازمه ان هم يعملوا فيز 3؟ قال لك ان في، بدون ما ادخلك في تفاصيل يعني ممله شويه، عندي مشكله برضو في الفيز 2 ان في بعض انواع الراوتنج بروتوكولز بتعمل مشاكل. يعني رغم ان انا مثلا مشغله راوتنج بروتوكول معين والمفروض ان التوبولوجي ده سبوك تو سبوك، الا ان انا هلاقي برضو ان الترافيك بيعدي عن طريق الهاب. تمام. هلاقي الترافيك برضو بيعدي عن طريق الهاب. نعم. طب انا عايزاهم يوصلوا لبعض، في ساعتها اكسترا كونفيجريشن انا اللي لازم اعملها على الراوتنج بروتوكول عشان اخلي السبوك يروح للسبوك. خصوصا مع الاو اس بي اف بيعمل مشاكل جامده مع الاو اس بي اف، وانا اللي لازم بايدي اعمل اكسترا كونفيجريشن على الاو اس بي اف كاوفرلاي راوتنج بروتوكول عشان اقوم الدنيا صح.
تمام. فدي كانت مشكله مين؟ الفيستو. تمام. بلس ان ما ينفعش اعمل سمرايزيشن. فكره السمرايزيشن ان انا اجمع الشبكات كلها بالظبط. تمام. فيست 1 بيعمل سمرايزيشن على فكره، انما فيست 2 ما بيعملش سمرايزيشن. تمام. فيست 3 بقى ده احسن واحد فيهم. هو التوبولوجي ده ايه بالظبط؟ مولتي بروتوكول على الهاب والسبوك، وفي نفس الوقت بيقول لي نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول ريكوايرد فور سبوك دايناميك ريجستريشن تو هاب. ايه ده؟ افرض دلوقتي ان انا عندي اي سبوك عايز يروح لاي سبوك، هيروح في اول باكت بس للهب، اول باكت بس. تمام. يساله يا هب لو عايز اروح للشبكات دي اروح لمين؟ هيروح باعت له عنوان السبوك التاني برانش 2، توماتيكي يظهر في الراوتنج تيبل الشبكات بتاعت برانش 2. تمام. توماتيكي يعني انا لو ما شغلتش اساسا في البدايه خالص، طالما ما فيش داتا بلين بتدعك، كل راوتنج بروتوكول سوري راوتر فيهم، كل برانش فيهم مش شايف الشبكات اللي عند التانيين. صح. تمام. اول ما اجي بنك بس اول بنكايه انا عملت كده انيشيشن للترافيك. تمام. ايه اللي هيحصل؟ هتروح تسال الهب، يروح هو بعتني على برانش 2. اوتوماتيكي يظهر في الراوتنج تيبل بتاعي كل الشبكات اللي موجوده عند برانش 2، وتفضل لفتره معينه والتايمر شغال. تمام. خلصت نقل الداتا والتايمر خلص، الشبكات دي تبدا تختفي تاني. عشان كده بنسمي التانل ده اون ديموند تانل بالطلب. اون ديموند يعني بالطلب، يعني التانل بيتكريت ما بين البرانشز بالطلب وقت ما احنا محتاجين. بالظبط. خلصت نقل داتا يبدا التانل ده يتمسح. تمام. تمام. دي فكره الدي ام في بي ان بسهوله يعني بكل بساطه. تمام. وطبعا الكونفيجريشن بتاعتها انا كنت بصراحه فكرت اديك حبه فيهم بس صعبت عليا، بلاش حرام كومبليكيتد شويه. تمام. تمام. حاجة معي كده خلاص، في أي مشكلة في الجزء ده؟ لا.